بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام، وأعانني وأياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. رجعنا لكم في درس آخر في مبادرة أنا ورمضان، ودرسنا اليوم سيكون حول أنا والمحظورات. أنا والمحظورات في رمضان. إخواني، تعلمون أن المحظورات تنقسم إلى قسمين: قسم المحرمات وقسم المكروهات. كاين بعض المحرمات يعني هي محرمة في رمضان أو غير رمضان، ولكن يتضاعف أو تتضاعف حرمتها إذا كانت في رمضان. فالإنسان في رمضان يحاول أن يبتعد عن هذه المحرمات. نبدأ إن شاء الله اليوم بالمحرمات ونترك المكروهات في درس آخر. من بين المحرمات التي يجب على الإنسان أن يتخلى عنها في رمضان ويحاول أنه لا يتضعف نفسه أمامها، وهي طبعا بدون شك وهو الفطر في رمضان. يحاول الإنسان ألا يفطر في رمضان. الذي يفطر في رمضان أراه ينتهك حرمة من حرمات يعني كبيرة جدا من كبائر عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا الذي يفطر عمدا يعني بغير بدون عذر، أتكلم عن اللي يفطر عمدا بدون عذر، فالإنسان يحاول أن يبتعد عن هذه المحرمات. المحرم الثاني هو التهاون في الصلاة. والحقيقة يعني نرى كثير من الشباب يحافظ على الصيام ولكن لا يحافظ على الصلاة. تلقاه يصلي، تلقاه يصوم وهو ما يصليش. كيف هذا؟ الصلاة هي عبادة وهو ركن من أركان الإسلام، والصوم أيضا ركن من أركان الإسلام، كما الذي فرض عليك الصوم هو الذي فرض عليك الصلاة. فكيف تفرق بين الصيام والصلاة؟ فلا فرق بينهما. التهاون في الصلاة يعني أمر خطير جدا ومحرم في رمضان أو غير رمضان. فكيف الإنسان صايم لله تبارك وتعالى ويقوم بعمل كبير عند الله تبارك وتعالى في الأخر أيضا ما يصليش؟ فهذا أمر خطير جدا. من المحرمات أيضا التأخير. الذي يصلي أو باين حاوس كين اللي يأخر الصلاة عن وقتها، مثلا يخلي مثلا العصر ما يصليش في وقته، أو الظهر يخليه مثلا مع العصر، والعصر مثلا إلى قريب المغرب وهكذا، والمغرب مثلا إذا كان وقت المغرب ما يفطر ويخلص، وممكن حتى رايح يصلي العشاء ما يصلي المغرب ومن بعد يصلي العشاء ومن بعد يخلط الأمور. فهذا التهاون أو التأخير أو عدم الانضباط في الصلاة، فالله تبارك وتعالى يعاقب على هذا، وإنها من المحرمات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في وقتها. لا يستطيع الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. كل صلاة لها وقت، والله تبارك وتعالى فرضها في هذا الوقت. ما يجيش واحد مثلا في صلاة الصبح يصليها على 8 أو يصليها على 7 أصباح، لا، والله تبارك وتعالى فرضها في وقت الفجر، فكيف أنت تصليها على 6 صباحا أو 7 صباحا أو 8 صباحا؟ فالمحرمات هذه أيضا من المحرمات التي يجب على الإنسان أن يبتعد عنها في رمضان ويحاول يغتنم رمضان. أسأل من الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.